سلام الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ فيديو جديد ونهار جديد وشي هوايات تاني جداد، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. قلت قبل ما ندخل مع الحباب الكوزينه اجي نخرجهم معايا بعدا نمشيو نتقداو داكشي اللي خاصنا، وعاد ندخلوا الكوزينه مجموعين تاني ونحضروا شي هوايات مجموعين مع بعضياتنا. المهم انا كنعيشكم معايا نهاري اشنو داز فيه، اشنو درت، مشيت تقديت وجيت دخلت مباشره للكوزينه غنحضر معكم شي هوايات، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. قلت بما ان الحباب ما كيخرجوش في هذا رمضان ارى نخرجهم شويه يتفجوا يتفجوا غير شويه يشوفوا الخضوريه كيف ما درت انايا. بعدا شفت شويه الخضوريه وكان واحد الجو يا سلام، كان مشتي اللي هو البارح، وانا من عشاق هذا الجو هذا ما نكذبش عليكم عزيزي، ناخذ مانطا ونجلس نتفرج، ولكن دعات على بالضروره خصني ضروري نخرج. ما انا مع هذا الجو هذا كيعجبني نتخشى في مانطا اولا نجلس في شي بليصه ما نبقاش ندور، نجلس في شي بليصه ونبقى نشوف بعويناتي. ايوا دعات على الضروره اختي خصنا نخرجوا نتقداو، ما بقاش عندي شحال من حاجه خاصني نيت باش نصاوب الفطور، قلت ضروري خصني نخرج ونخرج معايا الحباب حتى هما يشوفوا بعويناتهم. والله الله على هذا الزغبي مسكين من هاد القهوة على الصباح، هادشي صابح مدقدق ليه، لا جاج لا فيزان كلشي مشى. مهم الله يعوضو ان شاء الله خير، ماشي شي حاجة كتيرة. المهم الحمد لله، بالعكس اللي جات من عند الله مرحبا بها، الحمد لله ونشكرو على هاد امطار الخير اللي ربي نعم علينا بهم، اللهم لك الحمد. صافي هنا الحباب دخلت المرجان ماركات حيت راه قريب ليا دغيا جوج خطوات هنا فيه، وبديت باول حاجه هي العجين المورق، واخا تكون كلشي كاتباه في وريقه حيت ولا هاد الايام شادني الزهايمر، وبلا رمضان نكذب بلا رمضان عا كندخل انا شي مرجان ولا اسواق السلام فيما دخلت كيبان ليا الماعن وداكشي صفر مع الخضر عينيا كيتفافاو، كنبدا نتقدى شي حوايج ما خاصينيش وداكشي علاش مشيت عليه كنصدق ما جايباش معايا للدار. ايوا داكشي علاش الحباب درت وريقه والسيلو وكتبت داكشي كامل وديت معايا، كنجبد من جيبي فيما كنسى شي حاجه كنجبد ديك الوريقه ونقرا اشنو خاصني وعاد كنهز. صافي هنايا جيت خديت هذا دانت فيمي صافي، وغادي ندوز ناخذ الكروفيت وغادا ندخلوا للدار نبداو في الوصفه ديالنا ديال هذا النهار. الوصفه ديالنا ديال هاد النهار غادي نحضروا حشوه ميكس بين صدر ديال الدجاج، كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي رابعه ديال صدر الدجاج، رابعه ديال الكفته، رابعه ديال الكروفيت مقطعه طريفات صغار، وصدر ديال الدجاج حتى هو يا مقطع طريفات صغار، شويه ديال البزار وشويه ديال القزبر يابس، الزعتر والزويته بلديه والثومه والفلفله. هنايا درت نص نص نص، يعني كانوا عندي كبار فلفله خضراء فلفله حمراء وفلفله صفراء كيف ما كتشوفوا، خديتهم الوان وقطعتهم طريفات هما مربعات. نصيصي الا كانوا عندك فليفلات صغار غديري فلفله فلفله فلفله. وهنا خديت واحد البصيله شلطتها بحال هكايا. دابا غادي ندوزو للطنجره ديالنا، غادي نديرو شويه ديال زويته بلديه، جهد هنا جوج ديال المعالق كبار. بالنسبه لهاد الحشوه هادي ميكس بين اللحم والدجاج والكروفيت كتجي يا سلام، جربوها وردوا عليا، انا كنتسنى التعاليق ديالكم. هنا صافي اول حاجه بديت بها وهي غادي نبدا بالفلفله هي الاولى، نصوطيها واحد شويه الدبن، وغادي نزيد عليها صدر ديال الدجاج، ماشي طيح كاع الفلفله لا، غير واحد شويه تبقى شاده في راسها، وغادي نلوحو صدر ديال الدجاج والكفته في نفس الوقت، وغادي نلوحو رويس معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال القزبر يابس، زدت هنا واحد ربيع معلقه صغيره ديال القزبر يابس والملحه. المهم انا كنزرب دابا ولكن غنخلي لكم مقادير كامله مكتوبه في صندوق الوصف باش هكا تتبعوا معايا. صافي هنا خلطت كلشي، بما طاحت لي شويه الكفته وصدر ديال الدجاج زدت عليهم بصيله، ماشي كاع ثاني تا هما يلوا، وانما غير شحرتهم واحد شويه مع الفلفله، طلق فيهم ديك النسمه ديال الفلفله، وزدت عليهم البصله وواحد النسيمه ديال الزعتر، جهد واحد المعلقه كبيره هكاك ديال الزعتر. وهنا خديت راس المعلقه ديال الثومه عامره، ما عندكمش هاد الثومه هذه اللي حضرت معكم غديروا واحد ثلاثه ديال الدروسه يكونوا مقادين مع بعضياتهم، ماشي واحد كبير واحد صغير، يكونوا مقادين باش يعطيونا يعني جهد واحد. صافي هنايا الكروفيت خديت واحد الرويبعه كيف ما قلت لكم مع المقادير، وغنزيد معاه واحد شويه ديال الثومه حيت ما جهدتهاش في الاول، داكشي علاش قلت لكم ديروا ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه. صافي وغادي نخلطوا كلشي، بالنسبه كيف ما قلت لكم الكروفيت قطعتو طريفات صغار ودرتهم مع هاد الحشوه. هنا باش غادي نزيدو نلدو هاد الحشوه ديالنا غادي نزيدو واحد ثلاثه المعالقات هكاك ديال هذه لا كريم فريش حتى لربعه، المهم على حسب الذوق ديالك، لا كريم فريش غير كتزيدنا البنه. دابا غادي ناخذ الشامبينيون نوار غادي نزيدو عليه الماء غليان باش يتحل،
وغير الله يرضي عليكم هذه المساله هذه زعما نوضحها لكم. كلشي كيدير هذه القضيه باش كيتحل غير هو كيصفيه وصافي وكيقطعوه، لا من بعد ما يتحل بحال هكا غضربي ليه فركه تحت الروبيني حيت كتكون فيه ديك الرمله رقيقه هي اللي كتبقى تغرزز لينا بين سناننا وماشي مزيانه لينا صحتنا. صافي كيف ما شفتوا معايا القشور ديال الكروفيت هما طيبتهم، هما اللي غادي نطلق فيهم هذا الفيرميسال. هذه معروفه هذه القضيه يعني ماشي شي حاجه اللي غريبه. صافي غادي نطلقهم فيها، نخلي الفيرميسال شويه تطلق وعاد غادي نصفيها ونقطعها معكم هي والشامبينيون. صافي من بعد ما قطعت الشعريه الصينيه غادي نضيفها على الحشوه وغادي نزيد حتى الشامبينيون نوار. بالنسبه لواحد المساله الا بغيتو ديروا حتى الهريسه يمكن لكم ديروها حاره. انا تا بديت غدا نعمر البسيطلات، عاد الزوج الكريم قال لي زيدي فيهم واحد النسمه ديال الحار، عاد زدت شويه ديال الهريسه. بغيتو ديروها من الاول زعما ديروها على حسب الذوق هذيك كتبقى. صافي غادي ناخذ شويه ديال الجبن الاحمر، ولا كانت عندكم حتى الموتزاريلا ديروها. وما نعاودش لكم هاد الحشوه كيفاش كتجي لذيذه لذيذه لذيذه، مهم جربوها وكنتسنى تعاليقكم دائما كتخليوهم ليا. شكرا لكم بزاف، اي وصفه كنبارطاجيها معكم الغد يعني كنلقى الجواب عندي سواء في الانستغرام سواء في التعاليق، الله يحفظكم ليا الحمد لله. وكاين اللي ما نجحتش معاه البطاطا، المهم انا نرجع لهذا الموضوع. بزاف اللي نجحت ليهم، جوج الناس البارح اللي قالوا لي انهم ما نجحتش ليهم لصقات ليهم في المقله، والغريب ان كلشي كنديروا قدام عينيكم تكونوا يا اما من الزيت ما درتوش يا اما المقله فيها مشكل عندكم كتلصق، حيت مادام درتي الزيت راه ما غاديش تلصق لك نهائيا البطاطا. مهم الحباب بعدا نكمل وعاد نجي نشرح لكم على البطاطا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الورقه دهنتها، هذه الورقه ديال البخار، جبت ورقه كبيره صافي ودهنتها بشويه ديال الزبده. ودائما الجهه الحرشه هي اللي كتكون فيها التعميره والجهه الملسه هي اللي كتكون من على برا، وغادي نبداو كنجمعوا في الكميميسه ديالنا عادي يعني طريقه سهله. صافي كنبدا نحاول ندير لي بلي من الفوق وكنجبد شويه يديا بحال هكايا صافي، وكنبقى كنجمع كنجمع كنجمع، طريقه سهله جدا. وهادو راه دغيا غادي تساليوهم ما غياخذوش لكم الوقت. دابا نرجع للبطاطا، ولا بلاتي ما نرجعش للبطاطا تنكمل معكم. صافي كيف ما شفتوا يعني كندورها هكا غير بشويه، يعني ما كتزيروش يديكم تطرطق الورقه من التحت وتخرج الحشوه، غير كنجمعوها كبيدنا صافي، وكنقادو دوك لي بلي من الفوق وكنعاودو نجمعوها. نتوما غادي تشوفوني انا غندير غير المود دقيق، بغيتو ديروا صفار البيض ديروه، انا ما كيعجبني الصفار البيض. غتشوفوني هنا غندير شويه ديال الدقيق، مبغيتهاش تحل ليا نهائيا في الفران، حيت الا ما درتش ليها هاد القضيه اي هي راها ملي غادي نحطوها ما غاديش تحل، ولكن دوك الجناب غادي يطلعوا واحد شويه وغتخسر لينا في المنظر. هذا علاش درت ديك الكميه ديال الدقيق وغادي نلصقها باش صافي هكا نكون مرتاحه في الفران انها ما غاديش تطرطق ليا اولا غادي يطلعوا دوك الجنيبات. صافي هذه هي البسيطله ديالنا كيف ما كتشوفوا، طريقتها سهله وبسرعه كتوجد، يعني ما غاديش تطلب منكم واحد الوقت ديال الطويان كتير اولا زعما شي مجهود. نرجع دابا معكم البطاطا، انا غادي نعاود معكم واحده اخرى، المهم الطريقه نفسها غير باش يعني نوريكم عن قرب الطريقه. نرجع للبطاطا، بالنسبه لهاد جوج الاخوات اللي كتبوا لي على انهم البطاطا ما لصقات ليهم، شوفوا جوج الحوايج اللي غتكونوا كيفما قلتهم في الاول، يا اما الزيت يا اما المقله كتلصق، حيت لو كان شي خلل في الوصفه من الاول ما غتنجحش مع هاد الناس وما تنجحش معايا انا الاولى، وما يمكنش نبارطاجي معكم شي حاجه ما ناجحاش وما زويناش وما بنيناش. الحمد لله من النهار اللي بديت اليوتيوب فيما كنعطي شي وصفه الناس كتجربها، كتجي عندي للتعاليق كتقول لي يا عزيزه الله يعطيك الصحه ديك الوصفه جربتها، وهما الناس زعما يكذبوني الا كنت كنكذب. ما يمكنش نبارطاجي شي حاجه ما ناجحاش نهائيا، كيف ما كنبغي لراسي كنبغي الناس، كنبغي كيف ما نجحت معايا انا الوصفه وعجبات وليداتي حتى انتي تنجح معاك، هذا هو اللي كاين. وراه ما يمكنش ندوز مرور الكرام مع هاد الناس هادو يعني اللي ما نجحتش معاهم وندير راسي زعما راه ما شفتهمش، مصداقيتي ما غاديش تكون. انا شرحت لكم دابا ونتمنى تعاودوها وتردوا عليا اشنو كاين. صافي الحباب دابا كيف ما كتشوفوا هما البسيطلات ديالي هما واجدين، راه دهنتهم بالزبده باش يلاه يتشمعوا ليا، يتشمعوا يعني ينشفوا صافي. والوقت اللي غادي نبغي نطيبهم اللي وصل الفطور راني غادي نديرهم معكم كيف ما غادي تشوفوهم ان شاء الله. دابا غادي ندوزوا للعجين المورق.
غادي نصوب بهم واحد المملحات، غادي يجيونا ساهلين مهلين. هذه ساهل الوقيته ديال الفطور، يعني قرب الفطور. وغادي تاخدي العجين المورق ديالك باش ما بغيتي تعمريه، ماشي بالضروره هادشي اللي غنعمر به دابا تعمري به انتيا. اللي عندك، عندك كفته، عندك صدر ديال الدجاج، عندك طون اللي كاين، عندك غير خضيره، عمريه بها ودخليهم للفران. غادي يجيونا فحال لي شناك، كيجيو في المنظر ديالهم زوينين وحتى في المذاق. صافي هنا من بعد ما مرقت العجين غادي نقطع هذوك الجوانب صافي، وغدا نبدا كنعمر كيف ما غادي تشوفوا معايا بالصلصه ديال الطماطم. وبالنسبه لهاد الصلصه اللي غتشوفوها معايا درت فيها شويه ديال الزعتر، الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الحار، وبصيله، وهذا وشنو ثاني، والكاتشوب باش هرست هذيك الحموضه ديال المطيشه. هنا خديت داند فيمي كيف ما كتشوفوا، هو اللي خديته معكم نيت فاش مشيت تقديت. صافي غادي ندهن دابا لاصوص كيف ما كتشوفوا، غادي ندير الموتزاريلا والجبن الاحمر، وعاده غادي نزيد عليه هذاك هذا داند فيمي كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد عليه هذاك داند فيمي، وغادي نرش واحد الرشيشه ديال الزعتر من الفوق. وغادي نبداو كنجمعوا في العجين ديالنا بالاستعانه بورق الزبده. انتي كتدوري وكتجمعي يدك، يعني كتزيريها ما كديريهاش مرخوفه هانتوما كيف ما كتشوفوا، وكنحاول نقاد العجين مزيان صافي. وكنبقى كندير نفس الحاجه كيف ما وريتكم في السوشي شحال هادي، نفس الطريقه، يعني دائما ورق الزبده اولا داك الطابي اللي كيكون راه كيساعدكم. وإذا كان عندكم حتى فلفله الوان يمكن لكم ديروها ملي كتقطعوا العجين كيف ما غتشوفوه معايا دابا، كتجيكم زوينه في المنظر ديالها. صافي هنايا غادي نبدا كنجمع في العجين بحال هكا كنلصقوا. راكم عارفين هاد العجين المورق يعني ملي كيدخل الفران كيتضاعف الحجم ديالو كيتنفخ، هذا علاش حاولوا تلصقوه مزيان. وحتى في التقطاع كيف ما غادي تشوفوا معايا قطعوه شويه رقيق، يعني العبار ديال الصبع ديالك غادي تبداي تقطعيه. يعني انتما غتشوفوا معايا دابا غادي ناخذ هاد الطرف هذا اللي تيكون يعني الاولاني، وغادي نبدا كنقطع فحال هكا، يعني عبار واحد غادي نمشي به العبار ديال صبعي هكا، غادي يجيونا مقادين. وحتى ملي غيتنفخوا في الفران غادي يجيو حلوين في المنظر ديالهم، ما غاديش يجيونا يعني في الشكل ديالهم ماشي هو هذاك. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الورق العجين المورق ديالي كامل. هنا من بعد ما ساليتهم في التقطاع غادي ناخذوا صفار ديال البيض مع معلقه كبيره ديال الحليب والصوص صوجا باش هكا كنهرسوا داك الجهد ديال البيض. وغادي ندهنوا العجين ديالنا كامل صافي، وغادي ندخلوه للفران في درجه حراره 180 مده ديال 25 دقيقه، ومشعلين الفران اكيد الفوق والتحت. دابا غادي ندوزو نشوفو الحسوه ديالنا ديال الشعير يعني البلبوله. هنا حكيت واحد البصيله وغادي نزيد عليها الماء غليان، وغادي نزيد شويه ديال البزار كيف ما كتشوفوا، ربيع معلقه صغير ومعلقه صغيره ديال الملح، وشويه ديال زويته بلديه جهد واحد المعلقه كبيره حتى لجوج معالق صافي. وغادا نزيد حب رشاد وشويه ديال الزعتر، انا كيعجبوني هاد جوج الحوايج. وغتديروا حتى الحلبه يمكن لكم ديروها، يعني حتى هي كتجي زوينه في البلبوله ديالنا. صافي هنايا من بعد ما غسلت البلبوله غادي نديرها على من بعد ما غلات اكيد البصله وصافي غلات مع الزعتر ومع الحب رشاد، عاد زدت البلبوله. غير هنا مع المونتاج كيبان لكم داكشي ملاصق ما راه عطيتها وقتها البلبوله، يعني راه دغيا كطيب. صافي عاد زدت الحليب، وغادي نخلي الحليب واحد شويه يغلى صافي، وغادي نطفي عليها، وها هي البلبوله ديالي واجده. ايوا اختي وصلتي حتى لهنا، وراك نسيتي اللايك وديريه، راني عارفه مع الصيام داكشي علاش كنحط لكم فيديو مورا الفطور، تكوني يا اختي مرجعه رويسك بواحد الكويس ديال اتاي باش ما تنسينيش من اللايك. ايوا الحباب من الصباح وانا ندوي ما نساهلش عليها اللايك. يلا اختي اللايك، شوفوا تبارك الله اللايك وليتو كديروه كيشعل لكم فيه النجوم يا اختي مزقطط على قول خوتنا المصريين، والله الا مزقطط. صافي الحباب هنايا جا وقت السلطه، غادي ندير فيها شويه ديال الخس طوماط سوغيز، وزدت عليها شويه ديال الزبيب والجبن اللي فايت ليا شاركته معكم، وماشي بالضروره هذا الجبن اللي كندير انا اي جبن. ودرت هنايا شويه ديال هذا القرقاع، عندك اكاجو ديري، عندك لوز ديري، اللي بغيتي راه كديري. بالنسبه للصلصه ندير فيها غير شويه ديال المايونيز مع الملحه ولا موطاردو بزيره وزبيته بلديه والملحه، المهم لاصوص راه كتبقى لكم الاختيار فيها. هنا الحباب كيف ما غادي تشوفوا معايا كنحتفظ بهادو حيت ما يمكنش ليا غنطيبهم كاملين وحنا غير جوج الناس، طيبت 6 وخليت 6 حتى المره اخرى ان شاء الله ثاني ونطيبهم.
وهنا هما الملاحات ديالي وجدوا طابو كيفما قلت لكم 25 دقيقه كتشعلوا عليهم فوق والتحت كيكونوا واجدين. هانتوما محمرين مقرمشين، راكم عارفين العجين المورق كيكون مقرمش، زوينين هما هذوك. صافي دابا ما بقى لينا الا ان شاء الله نحضروا الطاويله ديالنا. صافي حتى البسيط حتى هما ها هما وجدوا، وهذا اختراع ديال الزوج الكريم. بقى لي واحد شويه ديال العجين المورق، تناض من النعاس ودير فيهم شويه ديال الفرماج، قال لي طيبي ليا هذيك الله يرضي عليك. قلت لي واش هذه هي اللي غنفطروا بها؟ قال لي طيبيها راه خليتها لي تنشوفوا كيفاش غادا تخرج. المهم راه خرجت زوينه حيت عجين مورق فيه الفرماج راه بنينه بحال الاخرين وصافي. كانت هذه هي الطبيبله ديالي ديال هذا النهار، كنتمنىها تعجبكم. هذا عصير ديال البنان والحليب، كنموت عليها الحباب عزيز عليا. عندكم الليمون والبنان والحليب كيعجبوني هادو في كعصائر انني نديرهم في هذا في الفطور. صافي الحباب والبلبوله بالحليب حتى هي ما نخوياش دابا حتى الوقت اللي نبغيوها باش نشربوها سخونه. وكان هذا هو الفطور ديالي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وينال الاستحسان ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد ديالي مع فيديو جديد. الحباب ديال غدا، مع السلامه وبصحه فطوركم وبصحه سحوركم الحباب.